اتأخرت يعني يا رشوان. يا سيدي هو قال على باله. اسمع يا عنتر، أنا النهارده روحي في مناخيري مش طايق أسمع منك ولا كلمة. بقول لكم إيه؟ لو كنتوا جايين تتخانقوا نقوم نفضها سيرة ونمشي. يعني ما أنت السمع اللي بيقوله؟ هو لازم يعني كل ما أجي يسمي بدني بكلمتين؟ فتك من دول. أنا خلاص هطب ساكت، مش هنطب تاني. يا رشوان، أنت لما طلبت تقابلنا قلت إن عندك أخبار جديدة. عندي. طب ما تقول يا أخي. بس لما أتأكد الأول. الله، إيه الحكاية يا رشوان؟ ما تتكلم يا أخي. إذا كان عندك حاجة أو وصلت لحاجة جديدة، المهلة اللي مديها لنا الباشا الكبير عمالة تمر يوم ورا التاني، عايزين نخلص من المصيبة دي، هو إحنا مش معاك فيها ولا إيه؟ أنا شاكك إن ورا العملية دي المعلمك شراح، وكلها يوم ولا يومين وهيجيلي الخبر الأكيد. واحنا لسه هنستنى يوم ولا اتنين لحد ما يجيلك الخبر الأكيد وتعرف وتتأكد. مش أحسن ما بلط في الخط وانام في العسل زي تنابلة السلطان؟ رشوان، مش عايزين غلط في الكلام. ودك منه عزام، بكره يعرف مين فينا اللي نام في العسل نوم. وفي ايه الحكايه بالظبط؟ الحكايه خلصت يا رشوان، خلصت. اللي لا ضيق الساعه 12 بالليل العربيه هتكون عندي قدام المخازن بتاعتي وفيها كل البضاعه. صحيح الكلام اللي بيقوله ده يا عصام؟ علينا هنروح النهارده في نص الليل عند عنتر وهنشوف. وقتها هتعرف يا رشوان. هتعرف مين عنتر الشندويلي اللي يجيب الديب من ديله ومن دماغه كمان. طب يلا بينا بقى عنتر عشان نلحق نروح عندك ونخلص من الحكايه دي. استنى يا عزام، استنى. لو رشوان بيكتب لنا شيك ب 23,000 جنيه و500. نعم يا اخويا. ودول بتوع ايه ان شاء الله؟ حق المعلمه انشراح اللي انت عايز تلهفه منها. اهم حاجه في كل ده ان التنفيذ يبقى على الشعره وكله هيبقى زي الورد ان شاء الله. ربك يسهلها ان شاء الله. مهم اول ما تخلص مع عنتر كلمني على طول. حصل ابو صلاح. جاهز يا زين؟ سيبها على خالك. بركه بركه. ها؟ اول ما نمشي تقفل انت هنا وتروح مع الاستاذ صلاح وتنفذ اللي يقول لك عليه بالحرف. حاضر يا حبيبي. يلا نشوفكوا على خير. يلا بينا زين. مع السلامة. اتفضلوا يا بهاء لحد ما توصل العربيه. توصل العربيه؟ دي لو وصلت. هتوصل يا رشوان، هتوصل. مش وقت الكلام ده يا اخوانا، يلا نخش جوه الاول، اتفضلوا. اهلا اهلا يا بهوان. اتفضلوا ارتاحوا. ايه؟ تشربوا حاجه؟ احنا مش جايين نتضايف هنا يا سي عنتر. براحتك يا اخوي. مش المفروض ان احنا كنا نبلغ عدل بيه؟ مش تستنى الاول لما نشوف اذا كان في عربيه ولا لا. انا بلغته زمان على وصول. بلغته؟ طبعا. مش معقول نعمله حاجه من غير علم الباشا، مش كده ولا ايه؟ مظبوط. اهلا اهلا يا عدلي بيه. اهلا وسهلا يا ضو النور يا ضو النور. اهلا اهلا يا عدلي بيه، اتفضل. ازيك يا عمرو؟ الحمد لله. ازيك يا عزام؟ يا باشا. ازيك يا رشوان؟ على فكرة عنتر الباشا مبسوط منك قوي وبيبلغك تحياته. ربنا يخليه لينا يا باشا. يا اساتذة اخباركم ايه؟ العربية وصلت ولا لسه؟ على وصول يا باشا، كلنا منتظرينها. قول لي
الولد اللي سرق العربية ده يعرف ايه اللي جواها؟ ما افتكرش يا باشا، ما جابليش يعني سيرة حاجة زي دي. ما يمكن بيلعبك يا ابني. ما اظنش يا باشا. ما فيش حاجة اسمها اظن وما اظنش في الشغل بتاعنا. وانت شايف ايه يا عدلي بيه؟ انا شايف ان انت اول ما تستلم العربية وتتأكدوا من الحاجة اللي جواها تخلصوا من الولد ده وترموه في اي صبة اسمنت. هو ده عين العقل يا عدلي بيه. بس انا اديته كلمتي وعدته بالامان. دي اوامر الباشا الكبير يا عنتر. اوامر الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا ولازم تتنفذ. ولا عايز تكسر اوامر الباشا الكبير؟ لا يا عدلي بيه، احنا كلنا تحت امر الباشا الكبير. ايوه. حربي وصل يا عنتر بيه. يلا بهوات اتفضل. ايه ده؟ امال فين التريلا يا سعنتر؟ مش انا قلت لك الواد ده نصاب وهيضحك عليك؟ مساء الخير يا بهوات. التريلا فين يا حربي؟ موجودة يا باشا، موجودة في الحفظ والسوق. هي فين؟ تسلمني فلوس المعلمة انشرح الأول، التريلا تكون عندك هنا في غمضة عين. أنت بتتشرط عليا يا حربي؟ ما عاش ولا كان اللي اتشرط عليك يا باشا، بس ده كان اتفقنا من الأول يعني، واللي أوله شرط آخره نور. سلمني الفلوس أسلمك التريلا على طول. ها؟ فين الفلوس بقى يا باشا عشان يعني نلحق نمشي على طول؟ فين؟ أيوه يا عنتر بيه، هات الشيك من رشوان بيه. مش لما تيجي العربية الأول ولا هو كلامه وخلاص. رشوان اديله الشيك يا رشوان. تحت أمر سعادتك. هو عزام بيه معاكم في اللعبة دي؟ خليك في حالك. ومين الجدع المحترم اللي واقف هناك ده؟ ملكش صالح. الشيك عنتر بيه. فلوسك. ولو ان يا باشا كنت افضل يعني ان الفلوس تبقى كاش، بس مش مشكله، مقبوله منك عن تربيه. التريلا فين؟ حالا. اهدى ثانيه واحده والتريلا هيكون قدام عينيك. حرب المهدي قد كلمته. ها تريلا بالحديد قدام عينيك زي ما قلت لك اهو. عداني العيب وازح انا. ها هاي السلام عليكم. استنى عندك انت وهو. خلصوا عليهم يا رجاله. استنى يا رشوان، قبل ما نخلص عليهم نتاكد الاول ان الحاجه كلها في العربيه. برعي انت وحنفي ومفيد راجعوا الحاجه اللي في العربيه. كده يا فالح هنتصرف ازاي في النصيبه اللي احنا فيها دي يا عم الفصيح؟ اهدى زين اهدى. ليه كده يا عنتر بيه؟ ده من امنك لم تخونه ولو كنت خاين يا جدع. الامثله الشعبيه الخايبه دي دول عندكم في الحاره هناك.
انما عندنا هنا الكلام ده ما يجيبش هام وقت منك له. واللي يلعب لعبه مع الكبار ما هوش قدها لازم اخرته تبقى كده. كده عنتر بيه؟ بقى هي دي كلمتك؟ غصب عني يا حبيبي، صدقني غصب عني. رشوان بيه؟ رشوان بيه؟ ها؟ لقيت الحاجة؟ لا لا؟ يعني إيه لا؟ هنا الحديد لكن لا. هريس إزاي الكلام ده؟ إيه ده؟ يعني إيه مش موجود؟ مش موجود يا باشا. يعني إيه مش موجود؟ مش عارف. فين البضاعة يا حرب؟ ما الحديد يا باشا قدام عينيك في التريلا أهو. حديد إيه؟ أنا بسألك على البضاعة التانية. البضاعة التانية؟ البضاعة التانية دي بقى زين، هو كان في بضاعة تانية في التريلا؟ بضاعة أنا مش عارف، ما أعرفش حاجة عن موضوع البضاعة التانية دي خالص. أنت هتسوق الهبل على الشيطان هلا منك لو؟ الله يسامحك يا باشا، الله يسامحك. هتقول البضاعة فين وإلا؟ ولا إيه يا باشا؟ هتعملوا فينا إيه أكتر من اللي كنتوا هتعملوه دلوقتي؟ إيه؟ هتموتونا مرتين؟ انت هتتكلم ولا افرغ ده في دماغك؟ لو عملتها يبقى عمرك ما هتشم البضاعه دي تاني. يبقى افرغه في دماغ صاحبك. اتكلم يا حربي، رشوان دي مجنون. اسمع الكلام يا حربي وقول الحاجه فين. وبعدين انت يا حربي، الراجل ده مجنون وكده كده هيموتنا، يبقى نموت احنا ويموتوا هما بحسرتهم على البضاعه اللي عمرهم ما يشوفوها من غيرنا. كده حلو، يبقى انت كده جبته لنفسك. رشوان هاتوهم وحصلوني بيهم على جوه من غير ما تأذوهم. ماشي. يلا يا اخويا. يلا حبيبي. يلا يا خفيف اطلع. خش. خش يا حبيبي خش. اسمع يا ابني انت وهو، احنا عارفين البضاعة معاكم، قولوا لنا على مكان البضاعة فين وانا مستعد ما اخليش حد يمسكه بسوق. طب وايه اللي يضمن؟ انا هديكم كلمة شرف. شوف يا باشا، حكاية كلمة شرف دي ما تاكلش معانا لا مؤاخذة، بس انا هريح قلبك على الاخر، البضاعة عندنا وفي الحفظ والسوق. عندكم؟ عندكم فين؟ ما تنطرد منك لو بدل ما اجي اتشلكه. طب لازمتها ايه طب طولة اللسان دي؟ اسكت يا رشوان. يا عادل بيه دول ما يقولوا اخلط خالص. انت اسكت. يا حربي ما قلتيش البضاعة فين؟ بضاعة عند واحد صاحبنا يا باشا، ومعاه جواب صغير، لو احنا ما رجعناش قبل أذان الفجر هيسلم البضاعة بالجواب للبوليس، والجواب ده بقى فيه كل حاجة عن البضاعة وأسماء أصحابها كله يا باشا. بيتهيألي يا باشا يعني أنت ما تحبش إن البوليس يتدخل ما بيننا وما بينك. نخلي الطبق مستور احسن يا باشا، مش كده ولا ايه يا باشا؟ خدوهم على بره وما حدش يقرب لهم لغايه لما اخرج لكم. يلا يا اخوان. هو خلي بالك يا باشا، انا مش مسؤول على اللي هيحصل لو ما رجعناش قبل اذان الفجر. ماشي يا حبيبي. يلا يا اخويا. يلا بابا. يلا يا حبيبي. يلا يا عم. يلا بره. وبعدين عدل بيه هنتصرف ازاي دلوقتي يا جماعه؟ انا شايف ان انتوا تسيبوا الموضوع ده ليا، انا هقطع من جسمهم حتت لغايه ما يقروا ويقولوا البضاعه فين. المساله مش عافيه يا رشوان، دول عيال صيع، مهما تعمل فيهم مش هينطقوا بكلمه. خلاص روحهم بقى في البضاعه. ده غير الجواب اللي معاهم، هيودوني بيه في 60 داهيه. جوابات بس ايه اللي انت بتتكلم عليها يا عنتر؟ ده كله تهويش في تهويش. وافرض بقى حقيقي، المسائل لازم تتاخذ بمنتهى الحرص. صح صح يا عدل بيه، احنا كنا فاكرين انهم مش عارفين حاجه عن البودره، طلعوا انهم عارفين وفاهمين وعاملين حساب كل حاجه. ايوه احنا عشان كده لازم نعمل حساب كل حاجه. يعني ايه؟ نسلم رقابينا لشويه عيال جرابيع زي دي ونفضل تحت رحمتهم؟ الموقف بقى متعقد خالص. انا هكلم الباشا. مساء الخير يا سعادة الباشا، أنا آسف إن أنا بتصل في وقت متأخر زي ده، بس الحقيقة يعني في حاجات جدت كان لازم أبلغ سعادتك بيها. تفتكر هنخرج من هنا على رجلنا يا عم حربي ولا على نقنا؟
ولا يعملونا صبه مسلح في عماره فخمه من العمارات دي كلها. تفائل يا عم زين، تفائل وبطل تشاؤم. بقول لك ايه يا عم مفيد؟ ايه ليش معاك سيجارتين كده يا عفار ومنى وزين؟ نفسك هفاك قوي على سجاره؟ يا عم ده المحكوم عليه بالاعدام بينفذوا له اخر طلب هو عايزه. من عينيا الاثنين. كويس يا سيدي. سيجاره واحده؟ حلوه. ولع. تشكر يا ذوق. اف. امسك. حصلت الموت كمان. نفخ يا زين. نفخ وسيبها على الله. كله على الله يا عم حبيبي. كله على الله. تمام يا باشا. تعليمات سعادتك هتتنفذ بالحرف الواحد. مع السلامة يا باشا. تعليمات ايه اللي الباشا قال لك عليها يا عدل بيه؟ ما تتكلم يا عدل بيه. الباشا بيقول ما دام الولدين دول لجأوا لعنتر من الأول يبقى عنتر هو اللي خلص الموضوع ده بطريقته ويرجع البضاعة. يا سلام. يعني إيه بقى عنتر يمسك الموضوع كله لوحده؟ ده كلام تخريف. كلام فارغ. لم لسانك. نسيت نفسك ولا إيه يا رشوان؟ تعليمات الباشا الكبير. تعليمات الباشا الكبير واضحة. ولا عندك اعتراض؟ لا 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 عدل بيه. مفيش اعتراض ولا حاجة. هو في حد مننا يقدر يعترض على تعليمات الباشا الكبير؟ ده تعليمات الباشا الكبير سيف فوق رقابينا كلنا زي سعادتك ما قلت، مش كده ولا ايه يا رشوان؟ طبعا طبعا. عنتر، الباشا بيقول لك لازم تخلص الموضوع ده بهدوء ومن غير شوشره وباسرع وقت. قول للباشا يطمن، كل الطين اللي حصل لادي هنخلصه منه ومن غير شوشره كمان. اسيبكم انا بهوات. تصبحوا على خير. انت من اهله. على السلامة يا بيه. السلامة عدل بيه. ألف سلامة عدل بيه. على السلامة عدل بيه. تصبح على خير عدل باشا. الله حنف. ماشي. هتصل بيك الصبح. نشوف هنعمل ايه في الموضوع ده. عجل صاحبك المقبول ده. تصبح على خير. يا رشوان عبى كده يا عزام. عنتر يركب على كتافنا ويدلدل رجليه وبكره يسوقنا وعيلان زي دول ما يسوش نكله يعملوا فينا كده؟ ما انت عارف الحكايه متنيله بست النيله ولازم نخلص من الموضوع ده بقى. وانت عارف الباشا الكبير اوامره سيف على رقبنا كلنا. ده اللي باخده منك على رقبتك انت وسي عنتر. لكن على رقبتي انا ما ينفعش. ما ينفعش يا عزام. سلام. حنفي بكره من النجمه تجيب لي الاسم وقبضايا ده على مكتبي فورا. انت فاهم؟ يلا اطلع. عارفين كنت هبقى حزين قوي لو عيال جدعان زيكم ما عملوش احتياطاتهم وعملوا اللي انت عملتوه ده. عارفين لو ما عملتوش كده كان زمانكم دلوقتي راحت في الكازوزه. ودي ايه الدخله الناعمه دي؟ قلبك علينا قوي يا عنتر بيه. خلاص بقى يا عنتر بيه، ما بلاش ناكل من الكلام ده. كفايه قوي اللي حصل الليله. اللي حصل الليله غلطه كبيره، بس صدقوني انا ماليش يد فيها. صدقوني حربش. خد دي شيك بتاع المعلمه الدولة. وقول لها متشكرين انها صبرت علينا الوقت ده كله. هو ايه الحكايه بالظبط يا عنتر بيه؟ الحكايه ان احنا اتفقنا تاخدوا فلوس المعلمه وترجعوا العربيه. طب وبالنسبه للبضاعه الثانيه؟ ايه؟ البضاعه الثانيه الفجر جرب يطلع. بقول لكم ايه، يلا نروح، اكيد انتوا تعبانين. ونتقابل بكره ونتكلم.
هنتقابل امتى وفين يا عنتر بيه؟ عند عزام بالليل، ناكله ونشربه ونهيصه وبعدين نتكلمه. بقول لكم ايه، اهلا اللي عازمكم. موافقين؟ رايك يا زين؟ قولوا لك يا صاحبي. خلاص يا عنتر بيه، نتقابل بكره عند عزام بيه ان شاء الله. طيب يلا تصبح على خير. مفيد. ايوه عنتر بيه. يلا بينا. يلا. هو ايه اللي حصل؟ والله ما انا عارف. طبعا انت معلم، جات لك على الطبطاب، هتشوف حبيبة القلب دنيا يا عم. النبي نقطنا بسكاتك ودواته. يلا يلا بينا قبل ما اغير رايه. يلا بينا. طيب هتصبح على خير بقى يا رجاله. الهي وانت جاهي، ما عيدها علينا وعليكم ليله يا اخي. السلام عليكم. موت بعرف انت بتضحك على ايه. نفدنا يا ابن الاشقر، نفدنا يا ابن الاشقر. جدع ربنا يكملها على خير، وابقى عيل لو مشيت وراك في حاجه ثانيه يا حاج. ما انت طول عمرك عيل، انت هتعمل لي فئه كبير. وانا بيني وبينك كنت عامل عيل وعيل قوي كمان، لما رشوان ده حط الطبانج على دماغي وكان هيدوس على الزنادق. حق يا واد، كان فاضل على الحلو تكه وتقابل وجه كريم. لا بس صلاح صاحبك ده طلع ايه؟ اصلا طلع ظابط كل حاجه وحاسب كل حاجه بالمسطره. عيب يا واد، ما انت عارفني ما سلمش دماغي لاي حد. ولولا اني شايف ان صلاح دماغه متكلفه ما كنتش رسيته معانا في الدور. بس الدور المره دي يا صاحبي الغلطه فيك فوره. بس لو صح الكيكه تطلع في العالي قوي 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 قوي. قول يا رب يا رب يا رب يا زين يا اشقر يا حلو انت. اوبا اوبا. بقول لك ايه يا معلمه، خدي يا حبيبتي كوبايه الليمون دي علشان تروق دمك. مش عايزه زفت ومش عايزه اروق دمي، عايزه اخليه بتعكر كده. يلا قولي من وش يا ستي. ده الغايب حجته معاه، وبعدين بلاش تبقي ملهوفه عليه قوي كده، ده حتى التقل صنع. انت مالك انت يا بنت بالتقل والعوم؟ ايه اللي دخلك انت في حياتي؟ يلا روحي شوفي شغل. حاضر يا ستي، اديني غايره. حارب يخص عليك، اهون عليك، وقعت قلبي. سلامة قلبي. شكلك شقي وهتوجعني قلبي. عملت ايه قول؟ كل خير يا معلمة. طب ما تحكي لي. طب يعني هينفع على الباب كده مش ندخل جوه؟ تعالى. ده انا كنت هموت من القلق عليك انت وحارب. احنا بقى كنا هنموت بجد. طب وعلى ايه يا عم كل ده؟ ما الحمد لله اهو بنرزق والكيكه طالعه معانا في العالي. اللي حصل حصل ورجلينا جات يا بركه. وعلى راي الاغنيه اللي شبكنا يخلصنا. يخلصنا ان شاء الله. امال هو الواد حربي ما جاش معاك ليه؟ حربي وصلني وراح يبشر المعلمه، هاكل عندها حمام يا سيدي. انا عايز اسال سؤال، هو الواد حربي ده ما بيتهدش؟ وايه يخليه يتهد؟ طالما الدنيا مسقسقه معاه. ناس ليها حمام، ناس ليها جبنه براميلي. يا عم ما تبقاش بقى ناكل الجميل امال، وعلى فكره دي جبنه بلقوطه. طب ليه عنتر بيه هو اللي اداك الشيك مع ان رشوان هو اللي ماضي عليه؟ ما انا قلت لك يا معلمه، رشوان ده اصله اتعصب وتهور وهاج ومج وقلب الدنيا وركب دماغه على الاخر. عنتر بقى هو اللي لم الدور، اصله يعني بيعزني قوي من يوم ما كنا باخد الخرده من عنده. قلت لي عشان كده بقى. وبعدين يا معلمه ما تقلقيش، هو في بينهم حسابات كتيره قوي، اكيد هيتحاسبوا لما رشوان يهدى يعني. فاكر رشوان هيهدى ويشيل الموضوع من دماغه؟ ما
ما تحمليش هم يا معلمه، وحتى لو ما عملناش حساب اكيد هيعمل حساب لعنتر. اصلك ما تعرفيش عنتر ده مش قليل، واكيد يعني مش هيصغر. طلعت ولد بجد يا حبي. عشان تعرفي بس ان في رجاله حواليكي يتمنوا يخدموكي بعينيهم. طلعت مية مية، وانا واخده بالي قوي من الرجاله اللي عايزين يخدموني. وملاحظه تعالى، كنت عايزه اقول لك على حاجه. وماله؟ ما يضرش يا معلم. تعالى. على مين؟ انا خايفه بتاعك. ما تعرفش كان فين طول الليل؟ ها؟ بلغت قبضايا بالكلام ده؟ عفارم عليك يا كيم. انا عايزك كده كل يوم الصبح تبلغني باخبار المنطقه وبعدين تبلغ قبضايا. سلام. ايه المكالمات اللي على الصبح دي يا اكرم؟ شغل يا منى شغل، ولا فاكراني بحب؟ طب وانت بتنرفز ليه يا حبيبي؟ حقيقة موضوع اماني ده معصبني قوي ومخلانيش انام طول الليل. حمزه جاهز عشان اوصله؟ جاهز. بقول لك ايه يا اكرم؟ اما انا عندي فكره مش عارفه كنت هتوافق عليها ولا لا. فكره ايه؟ عيد ميلاد حمزه بعد كام يوم، ايه رايك نعزم رؤوف؟ ايه؟ اعزم رؤوف؟ اهي فرصه اماني ورؤوف يتقابلوا بعيد عن الشغل والاسم، وبالمره احنا نتعرف عليه وهو يتعرف علينا. بس ده كده معناه ان احنا موافقين، وده لسه ما حصلش. اعتبرها فرصه نتعرف على بعض قبل ما تاخد قرار. مش عارف، اما اشوف يا منى، اما اشوف. يا سيدي الراجل شغال معاك اكتر من سنه، ما فيهاش حاجه يعني انك تعزمه، عادي. ربنا يسهل، هفكر في الحكايه دي. يلا سلام. ابو ضايع استنوا انتوا هنا. كبر سيدي الناس. ماشي يا معلم. فل الوردوش اركب. على فين؟ ايه خايف؟ معاك على الموت. تعجبني. رشام بي عايزك. اركب. هنا؟ هنا. انت اللي هتسوق؟ طب اطلع. يلا. بلغ اشارة. حنفي فات على قبضايا من شوية واخده في عربيته. وجم على مسبك الحديد بتاع رشوان ابو الدهب. ورشوان ابو الدهب موجود؟ عربيته موجود يا فندم. طيب لما قبضايا يخرج خليكم وراه بالمراقبه وبلغوني بالاخبار اول باول. تمام يا فندم. في حاجه يا رؤوف؟ دي بقى التحريات اللي كانت طالباها النيابه بخصوص قتل رزق عبد الشافي محروس. وصلتوا لحاجه؟ للاسف لا. طب سيبها لي ارجعها وانا هبقى اديلك بعد كده. حاضر يا فندم. رجاله المراقبه اتصلوا بيا من شويه. في حاجه جديده؟ قبضايا راح النهارده المسبك عند رشوان ابو الدهب. تاني؟ ايوه يا فندم. واضح ان قبضايا مش هيجيبها لبر. رؤوف عايزك تكثف المراقبه عليه. احنا وراه خطوه بخطوه يا فندم. بعد اذن سعادتك. اتفضل. رؤوف. تحت امرك يا فندم. قول لي انت وراك حاجه يوم الخميس اللي جاي؟ لا يا فندم تحت امرك. اصل الخميس اللي جاي عيد ميلاد ابني حمزه. كل سنه وهو طيب. ربنا يخليه لك يا باشا. متشكر قوي الله يحفظك. انا عشان كده كنت بفكر يعني انك تجي لي البيت علشان اعرفك يعني على والدي وعلى مراتي دي حاجه تشرفني يا فندم. خلاص اوكي، ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي تيجي تحضر عيد ميلاد حمزه. هكون عندك بالتمام يا فندم. ربنا يخليك لينا يا فندم. اتفضل. صباح الفل يا ست الكل. ايه ناموسيات الكحل النهارده؟ امال حربي فين؟ سي حربي تأمن النجمة لبس هدومه وخرج من غير حتى ما يفكر. ده انا ولا حسيت بيه.
انا ايه اللي جرالي؟ عجزت ولا ايه؟ فشر يا ست الستات، عجزتي ده ايه؟ ده انت لسه في عز. زمان كنت هدي الدنيا واحط راسي على المخده لو عدت من جنب النسمه الطير، افتح عيني كده زي الثعلب. دلوقتي مش عارفه مالي، احط جتتي بقيت عامله زي القتيله. ريحي يا ستي، وبعدين انت ربنا والحمد لله مديكي من واسع، مستعجله على الشقه ليه؟ ايه رايك احضر لك الفطار علشان تلحقي تروحي المستودع؟ لا مستودع ده ايه، انا تعبانه النهارده وكسلانه، حاسه كده ان زي ما يكون عدى عليا قطر. احسن برضو. قوليلي هو حربي هو خارج، ما لكيش رايح فين؟ قال ان هو هيروح يقضي مصلحه وهيرجع على طول. طيب حضري لي الفطار وانا هكسل على الكنبه هنا واشوف سي حربي مصلحه ايه دي بقى اللي مشيته من جنبي من غير ما يقول لي بونجور يا حبيبتي. هاي يا حبيبي كده، هاي الموضوع ماشي زي ما احنا مخططين له بالظبط. قولي عنتر ده هتقابله امتى وفين؟ النهارده الساعه 10 جبريل عزام اللي البيت الدنيا بتشغل فيه. هو عازم معاهم في اللعبه دي؟ اه، ومعاهم واحد تاني بيه كده محترم وعليه الهيبه، ده لولاه كان زمان رشوان خلص علينا وزيد. اسمه ايه الراجل ده؟ بيقولوا لي عدلي بيه. عدلي؟ تعرفه ولا ايه؟ تعالى يا حبيبي. ايه بس في ايه؟ ايه بس يا عم صلاح؟ تعالى بس يا عم فهمني في ايه؟ ركز كويس يا حبيبي، هو ده؟ اه هو، بس هو دلوقتي اكبر شويه من الصوره. تعرف الجدع ده ولا ايه؟ فاكر يا حربي واحنا في السجن قلت لك ان في محامي عرض عليا رشوه كبيره عشان اديله وصل امانه كان موكل الدهوني ارفع بيه قضيه؟ ايوه فاكر. المحامي ده هو عدلي. انا ايامها كنت لسه مؤمن بالقيم والاخلاق، غبي رفضت الرشوة وكانت النتيجة انهم سرقوا ملف القضية كله بالوصل بالمستندات، وراح الموكل رفع عليا قضية خيانة امانة ودخلوني السجن وقضى على مستقبلي. الأدهى بقى إن المحامي اللي اترفع عن الموكل في قضية خيانة الأمانة هو عدلي برضه. يوم هوقف في المحكمة طالب أقصى العقوبة. بعد شوية وأنا في السجن عرفت ان عدلي اتجوز ميسه خطيبتي، الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي. هي اللي سرقت الملف؟ وعدلي ده انت ناوي تسكت له؟ مش هسكت، بس انا هسيبها صحيح لأني عايز انتقم منه واحدة واحدة وادفعه تمن كل يوم من أيام سنين العمر اللي ضيعها. انت بدها توصل له ازاي يا ابو صلاح؟ عن طريقك انت يا حرب. انا؟ طبعا. امال انا واقف جنبك وبساعدك علشان ايه؟ عشان تطلع في العالي وتطلع لفوق توصل للي انت عايزه كله، وساعتها تقدر تساعدني اوصل للي انا عايزه. ياه، طب وليه اللفة الطويلة دي كلها؟ عشان اللي زيي محتاج واحد زيك، واللي زيك محتاج واحد زيي. حربي أنا أعرف أخطط وأدبر وأفكر، لكن التنفيذ عايز واحد زيك، أعصابه حديد وقلبه ميت. أنت محتاج لي عشان تحقق اللي أنت عايزه، وأنا محتاج لك عشان أحقق اللي أنا عايزه. قلت ايه؟ واللعبة خلصت.